ما هو الأخير يعني برضو ما جاء في الصحيح، صحيح الإمام مسلم، كنت قد قرأت أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الفتنة ها هنا، وأشار حيث يطغى قرن الشيطان، وأظن أنها جهة المشرق، وهي تظن ايش؟ جهة المشرق، مكة تقول؟ لا جدة؟ جهة المشرق، جهة المشرق. المشرق، نعم. يعني أقول الفتنة ها هنا وأشار حيث يطغى المشرق، قرن. نعم. حديث ألا إن الفتنة هنا إلى آخره، وأشار إلى المشرق. لا شك أن المراد بها العراق، وهي أيضا المراد بالحديث المعروف في صحيح البخاري: اللهم بارك في شامنا، اللهم بارك في يمننا. وعادها ثلاثا، ثم قال قائل: وفي نجدنا يا رسول الله؟ قال: هناك الزلاجل والفتن، وهناك يخرج قرن الشيطان. فنجد المذكورة في هذا الحديث، يتوهم كثير من الناس أن المقصود بها هي البلاد النجدية السعودية، وهذا خطأ فاحش بالنسبة للروايات الحديثية التي تصرح بأن المقصود بها هي العراق. ذلك أنه يوجد هناك رواية أخرى في هذا الحديث الذي أوله: اللهم بارك لنا في شامنا. قالوا: وفي عراقنا، رواية مفسرة للفظة الأولى وهي: وفي نجدنا. ذلك لأن نجدا في اللغة العربية هو كل مكان مرتفع بالنسبة للمكان المنخفض، فالعراق بالنسبة للمدينة هو نجد، يعني مكان مرتفع. هذه الرواية الأولى التي لا تسمح لنا بأن نفسر قول السائل وفي نجدنا بنجد المعروفة اليوم، وإنما نجد هنا هي العراق. رواية أخرى في صحيح مسلم أن رجلا سأل ابن عمر عن ذباب يقع على ثوبه فهل يتنجس؟ فقال: يا معشر أهل العراق، ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ألا إن الفتنة ها هنا، ألا إن الفتنة ها هنا، ألا إن الفتنة ها هنا، يؤم بيده إلى العراق. صحيح أن هذه الأحاديث هي تنصب على العراق، ولكن ذلك لا يصدق عليها أبد الدهر، يعني دائما وأبدا، وإنما إذا قامت فتنة هناك فلا شك أنها من عموم هذا الحديث. ويمكن، والحالة هذه، أن ندخل فتنة اعتداء العراق على الكويت هو أو هي من الفتن التي أشار إليها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث الصحيحة. وختاما، هذا يذكرني بما كنت ذكرته في بعض أجوبتي، أنني أقول أن جلب السعوديين، والحق حق أن يقال، جذب السعوديين أو الحكومة السعودية للصليبيين إلى بلادهم وباختيارهم هو شر أكبر من اعتداء العراقيين على الكويت. هذا قلته أكثر من مرة، والآن أختم هذه الجلسة بهذه الكلمة. كما أن حزب البعث العراقي لا يمثل الشعب العراقي، كذلك الدولة السعودية لا تمثل الشعب السعودي،
بمن فيهم من أهل العلم والفضل والصلاح والتقوى. فسياسة الدول أو الحكومات العربية اليوم لا تلتقي مع رغبات الشعوب المسلمة. وخذ مثالا لا يختلف فيه مشايخ السعوديين اليوم، انتشار التماثيل والصور في الدوائر الحكومية التي هذا الانتشار الذي ينافي دعوة التوحيد وينافي ما كان يقوله ولا يزال يقوله رجال التوحيد. فهذا كله يمثل أن الدولة في كل الشعوب الإسلامية لا تمثل شعوبها. لكن مع هذا أقول، مع أن الجلب الصليبيين إلى البلاد السعودية شر من اعتداء حزب البعث على الكويت، فهذا الاعتداء من ثماره ذاك الجلب، أي اعتداء الحكومة العراقية على الكويت هي السبب في جلب هذه المصيبة الكبرى، وهي الاستعانة بالكفار وجلبهم إلى بلاد الإسلام. وكنت أقرب هذه الحقيقة بمثل عربي قديم قال الحائط للوتد: لم تشقني؟ قال: سل من يدقني.